بدأ اليوم التشغيل التجريبي لكوبري طه حسين والذي يمثل شريانا مروريا لكونه يربط هضبة المقتم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارة. ويأتي تنفيذ الكوبري ضمن خطط الدولة في إنشاء المحاور الجديدة التي تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت وتحد من استهلاك المحروقات. ويمثل كوبري طه حسين عملا هندسيا فريدا في مجال تشييد الكباري، حيث تم تشييده في 9 أشهر من العمل المتواصل.